هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تحطوا لايك، ولو عندك جدعان تشوفوا القناه وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا يا حلوين، النهارده هصمم بيت حلو قوي قوي قوي، وهو انا هصمم دار الايتام. انا هصمم في الكافيتيريا دي عشان حاساها تكون شكلها حلو قوي كده، وفيها اوض واسعه، فيها حاجات حلوه قوي. وطبعا ده اول شكل اوضه. تاني اوضه، ودي زي ساحه، ممكن اخليها زي ساحه كده على ما اعتقد، يعني انا اللي عاملها. وفي طبعا دي كانها اوضه برضو. تالت اوضه، رابع اوضه، خامس اوضه، واسعين قوي، فهنقدر نعمل اللي هو الدار فيه. ماشي، يلا نبدا.
وطبعا يا حلوين انا اخيرا كده خلصت. اول حاجه طبعا يعني عملت الاوضه ليهم، حطيت يعني ده بقى للاطفال الكبار شويه فاهمني. اول حاجه حطيت 3 سراير اللي هما الدورين عشان يعني يكونوا كتار وكده. هنا حطيت كده لمبات ده وزينه يعني، وحطيت براويز والحاجات دي. حطيت هنا 3 شمعات والاباجوره، وهنا بقى حطيت لهم ترابيزه وكرسيين وترابيزه وكرسيين وترابيزه وكرسيين تمام. وحطيت نفس كل حاجه هنا حطيتها هنا تمام. نروح هنا بقى بعدين عملت هنا اوضه للاطفال، طبعا تعرفين الاطفال يعني لازم كلها اوضه لوحدهم زي ما انتم شايفين كده. سراير صغنطوطه حلوه اوي، لها بطانيه من هنا، وفي اللي هي الشخشيخه بتاعتهم ديت، وفي اللي هي بتاعه تغيير الحفاضات. حطيت هنا برضو حفاضات والحاجات ديت. انا بقى حطيت بقى الحاجات اللي هي الادوات الاسعافيه لو حد فيهم تعبان او كده. وانا حطيت بقى دباديب والعاب للاطفال، انتوا عارفين الاطفال لهم العاب. وهنا براويز بقى على فاكهه وخضار والحاجات دي. نروح هنا حطيت البتاع دي كده، ما اعرفش هي اصلا بس حطيتها كده. حطيت الرسمه ديت، وحطيت برضو برواز هنا والاباجوره دي. هنا بقى ايه عملت مكان بقى ده اللي ياكلوا فيه. حطيت ايه لا دي هنا تمام. حطيت هنا مكان الفشار، حطيت هنا كوبايات عشان العصاير ديت، وهنا بتاعت البان كيك، وهنا برضو حطيت كوبايات اللي هي بالشاليمو. وهنا هنا حطيت بتاع حلو قوي، كنت حاطه في الاول كده بتاع عادية بس قلت بلاش حطيت دي. طبعا بتنزل اول حاجه بتنزل كده كوفي، بعدين قهوه برضو، وده ايه ده كده تمام. وهنا تحتها حطيت برضو طاسه وحلل واطباق، وهنا ده خلاط، وهنا اللي هي الاطباق يعني بتاعت الفشار وكده تمام. نحطها هنا، وهنا حطيت التلاجه الزغنطوطه دي عشان يعني اكيد مش هحط تلاجه يعني في الدار وكده. يوه اتفتحي اهي، فاسماك بقى وفراخ والحاجات دي. وهنا طبعا حطيت اطباق فروت كده، يعني فواكه وكده. حطيت بقى يعني موز بقى على فراوله وكده. وفي الطبق اللي بعده حطيت بقى هنا فواكه مانجو وحاجات من دي. هنا تحت بقى حطيت هنا البراد والكوبايات، وهنا حطيت برضو هنا اطباق ليهم برضو، وهنا حطيت اللي هو عارفين عصير وكده. وهنا حطيت بيبسي وعصير برتقان وبيبسي برضو. وهنا بقى حطيت المكونات اللي حطيت انا كانزي وملح وفلفل وبيض وزيت زيتون ودقيق ومستردة وكاتشب، واللي هو بتاع الشوكليت ده، وزبدة الفول السوداني والحليب. وانا حطيت لهم ترابيزتين و3 كراسي كده، يعني كده 6 انا و6 انا. حطيت هنا اباجورة وبتاعت الحروف ABCD كده عارفينها طبعا يعني. نروح هنا بقى على مكان ال وكده كام الرابع. ده عملته التويلت تمام. حطيت هنا كده الدش وفي ستاير يعني وكده، وهنا كنت حاطه فقط بالسنسات. هنا حطيت في الضلفة شامبو، وحطيت هنا معجون أسنان وفرش أسنان، وهنا هدوم للعمليات النظافة وكده، للعمليات بتوع النظافة. وهنا حطيت بقى سشوار وبرفيوم وجونسون للاطفال، وحطيت هنا ميك اب يعني وبودره، وبودره اللي هي بتاعت بودره الجسم تعطر الجسم وكده. وهنا هنا ايه ده، ايوه نفس برضو بودره برضو. وحطيت هنا برضو شامبوهات ايه ده للشمس امسك فيه اوكي. وحطيت هنا في البتاع ده دي امشاط، وهنا مقصات، وهنا مناديل، وده برفيوم تمام. وانا الغساله في هنا حاطينها ومرايه. ندخل هنا بقى على اخر مكان، هو احلى مكان على فكره في البتاع والله. حطيت هنا مكتب المديره طبعا، في هنا التليفون ده، في هنا كاميرا مراقبه وساعه على شكل كيوي، وهنا الفازه تمام. وحطيت هنا برضو دي هدوم المديره، وهنا اقلام يعني المديره وكده. وحطيت هنا البوبي دي ما اعرفش حطيتها ليه بس عادي. وهنا اللابتوب، وهنا التليفون، وهنا بقى حاجات كده زي ستيكر كده لقيتها وحطيتها كده وخلاص. هنا بقى حطيت كده هدوم حريات البحر، وانا شنطه، وهنا شنطه برضو، شنطه على شكل همبرجر، وشنطه على شكل كسلان، وهنا برضو شنطه عاديه وشنطه للمدرسه. وهنا نظارات بقى، نظاره شمس ونظارات كده. وهنا بقى هدوم للشتا وكده طبعا يعني خلاص الشتا داخل. طبعا حطيت النظارات والكاب ده، وبرضو الطاقيه ديت، والطاق والنضارتين، وهنا المحفظة، والطاق على شكل وردة. هنا بقى حطيت لهم هدوم جميلة بجد، يعني الدار هيبقى عسل بجد. حطيت لهم هدوم حلوة قوي يعني ولا مبهدلة، هدوم جميلة بجد تمام. وطبعا يا حلوين ده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم متنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناة. وبس كده، باي.